السلام عليكم. هلا وسهلا. الله يبقيك. شلونك يا فيصل؟ والله تمام. شو اخبارك؟ تمام. امس انت مسكتني تحت البث، ايش قلت لي؟ طبعا بحكم اني اعتبر اني انا والجمهور عائله واحده، يعني بحكم بيعات الهواء قصدي. بحكم بيعات الهواء. حلو. قلت لك ليش رسمي انت معي؟ بس. اوكي، ليش رسمي معك؟ بس؟ ترى ناسي، اذا في شيء ذكرني عادي، ترى اكثر واحد ينسى في الحياه انا. اوكي. انت اليوم خاطرك في شيء زعلان من شيء؟ اي جدا. من ايش؟ عادي فضفض. اي فقرة خفايا. اعتبرني اخوك الصغير وفضفض لي، استرسل. انت قول كبير. احنا فاضيين. فقرة خفايا ابو نايف، ماني بزعلان، بس المفروض اني اركز فيها اني اطلع شخصيتي الجمهوري. له الحق انه يشوف فيصل اكثر. اوكي. ما اخذت فرصتي فيه. بس الجاي افضل ان شاء الله باذن الله. ما اخذت فرصتك في خفايا. إيه؟ تتوقع تركي الموسى متقصدك؟ لا، ما يعرفني عشان يتقصد فريق الاعداد متقصدينك ولا فريق، ما اعرفهم ولا بيني. ليش ما اخذت فرصتك؟ ما ادري، ممكن عشان العدد اكثر من اللي كانت الخطه المعتاد. إيه؟ طيب اذا انت ما قدرت انك تاخذ فرصتك في خفايا، معك الريالتي 8 ساعات. يا سلام عليك. عشان كذا انا مجهز فقره مسابقه في الريالتي ان شاء الله، باتفاق مع الاعداد ان شاء الله مظبطها باذن الله. عسى الله يقويك وياك. سؤالك الاول يقول، بس جوابا على سؤالك اللي البارح، ترى القلب ما في حاجه. لبق وش ادري انا خلاص الموضوع. طيب سؤالك يقول، اين يوجد جامع الزيتون؟ جامع الزيتون. حلو. في الجزائر، في تونس، في الاردن. خمسة وعشرين ثانية. الأردن. الأردن. طبعاً هو بني جامع الزيتون في عام 79 للهجرة، يعني من أقدم الجوامع، بأمر من حسان بن النعمان. جاوب وقال الأردن. سمعونا يا كنترول. كنترول اشكركم على الصوت بصراحه. اجابه خاطئه. الاجابه الصحيحه تونس، في العاصمه تونس. معوض خير. سؤالك الثاني يا فيصل يقول، سهل السؤال ترى، كيف ثقافتك بشكل عام؟ ممتازه. ثقافتك في مملكه الحيوان متوسطه شوي يعني. ها طيب، يقول السؤال، ما هو الحيوان الذي اذا جاع اكل صغاره؟ أعطيك الخيارات؟ إيه. الأسد أو النمر أو الذئب. السؤال يقول، ما هو الحيوان الذي إذا جاع أكل صغاره؟ وعينك معي يا فيصل. الأسد أو النمر أو الذئب. أعطوني التايمر يا شباب على طول، خلوكم معي. استبعد الذئب. تستبعد الذئب. وي. كم باقي من الوقت؟ 10 ثواني. 7 6 5 4 3 الأسد. 2 1 الأسد. كنترول، سمعوني يا تصفيق أو سمعوني الصوت الآخر للإجابة الخاطئة، القرار عندكم. أكثر واحد مبسوط بالصوت مصعب. مصعب إن شاء الله إذا خلصت الفقرة اليوم بلاهي معي. وش الجواب ابو نايف؟ الاجابه النمر. الاجابه النمر. النمر هو الحيوان الذي اذا جاع اكل صغاره. سؤالك الثالث والاخير يا فيصل، 600 ريال طارت عليك ومعوض خير. باقي اخر سؤال، وقد يكون هو حبل النجاه والحبل اللي يربطك الى برنامج رصيدك. الله اعلم. طيب نذكر بسؤال الجمهور قبل لا اطلع بالسؤال. سؤالكم يا جمهور، أين توجد حاسة الشم لدى الثعبان؟ اللسان، الأنف، أو الفم؟ اكتب الإجابة الصحيحة مع اسم المتسابق في هاشتاغ قبل الحلم 4، ونشوف بالنهاية من هو سعيد الحظ. هو الأصل أن في يدي 500 ريال رصيدي معطيكم، لكن إن زاد التفاعل وزادت الإجابات فعلى قولتهم ما حطيتوا لخيار ثاني إلا أني أزيد عدد الفائزين. سؤالك الثالث والأخير يقول،
أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن الكريم؟ عيسى عليه السلام، عيسى ابن مريم، الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، موسى عليه السلام. عيسى، محمد، موسى. عيسى. بالمناسبة هو ذكر 136 مرة في القرآن الكريم، وإجابة كانت عيسى. عيسى عليه السلام، عيسى ابن مريم. سمعونا يا كنترول. عوض بروش في الربع. ايش فيها الحظ؟ ايش فيها الحظ اليوم معاكس كيف؟ ما ادري، اليوم المود اصلا مو على بعض، الامور معوكسة، ما هي مرة ماشي على الكيف، لا في فقرة خفايا ولا بالمسابقة. أمر الله. ما عليه، خيرة خيرة. أنا واثق أن كل شيء يكتبه الله لي أنه خيرة بإذن الله. طبعا. ولا أبي إلا الخيرة اللي مكتوبة لي. طبعا. درجات المسابقة تمثل 20% من تأهل كذا البرنامج، 80% إن شاء الله، وباقي 80%. فيصل معوض خير ويا. والإجابة الصحيحة موسى عليه السلام هو أكثر الأنبياء ذكرا على فكرة في القرآن موسى الكريم. إجابة موسى وإجابة النمر ترى كلها على لساني، بجاوب بعدين أروح الجواب الثاني. معلي خيرة.